دلوقتي مشاهدينا نسيب حضراتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء مع منا. تفضلي يا منا. شكرا ليكي بسنت. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نصر أكتوبر المجيد سيبقى نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر ورمزا لشموخها وعزتها. وأكد الرئيس السيسي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي أن رجال العسكرية المصرية وقادتها سطروا في مثل هذا اليوم أروع ملاحم الفداء والتضحية لاسترداء أرض سيناء الطاهرة، وضربوا المثل العظيم بمساندة شعب أعظم في الصمود وتحقيق النصر، ليؤكدوا أن التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة هو الحصن المنيع الذي يصون الدولة المصرية طوال تاريخها. أعلنت فصائل فلسطينية قصف تجمعات لجنود إسرائيليين ومركز عمليات كرم أبو سالم العسكري بعدد من الصواريخ. هذا وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال بدأ هجوما على جميع أنحاء قطاع غزة في نفس توقيت بدء عملية 7 أكتوبر قبل عام. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط احتياط برتبة رائد وإصابة جنديين في معركة على الحدود اللبنانية. وفي بيروت أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن قصف العنيف على منطقة الجية الساحلية أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد 4 نساء وإصابة 17 شخصا. وبحسب بيان للصحة اللبنانية ترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للشهداء إلى 25 شهيدا و96 مصابا نتيجة الغارات الإسرائيلية على بلدات وقرى جنوب لبنان. أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 10 أشخاص جراء إطلاق صواريخ على حيفا وطبرية بينها إصابات خطيرة. من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 15 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه إصبع الجليل وجرى اعتراض بعضها. كما أعلن حزب الله قصفه بصواريخ فادي 1 قاعدة الكرمل جنوب مدينة حيفا. وأكد حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال في موقع البغدادي ومستعمرة يفتح شمال إسرائيل. قال مسؤولان أمنيان إيرانيان كبيران لرويترز إن الاتصال بإسماعيل قاني قائد فيلق القدس الإيراني فقد منذ تعرض بيروت لضربات إسرائيلية الأسبوع الماضي. كان قاني توجه إلى لبنان بعد مقتل الأمين العام لجماعة حزب الله اللبناني حسن نصر الله الشهر الماضي في ضربة جوية إسرائيلية. أعلنت هيئة الانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 27.7%. وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي إن أكثر من 2,700,000 ناخب صوتوا في تلك الانتخابات التي تنافس فيها الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس حزب الشعب زهير المغزاوي والعياش زمال. وأظهر استطلاع للرأي بث على التلفزيون الرسمي فوز قيس سعيد بفترة رئاسية جديدة. هز انفجار ضخم طريقا قرب مطار كراتشي أكبر مدينة في باكستان. وقالت حكومة إقليم السند جنوب باكستان إن شاحنة صهريج انفجرت على الطريق السريع المؤدي إلى المطار، بينما أعلنت جماعة مسلحة مسؤوليتها عن هجوم استهدف قافلة تنقل مستثمرين صينيين آتية من مطار كراتشي، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من الأشخاص. نهاية موجز 9، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.